استاذ فؤاد الكل بيبقى فاكر انها اول عمل مسرحي ليا. لا، انا وقفت على المسرح وانا عندي 12 سنه في مسرحيه نرجس مع الفنانه، قدام الفنانه الكبيره سهير البابلي، وكانت اخراج الراحل عبد الرحيم الزرقاني، وكان طبعا الاستاذ رشوان توفيق والاستاذ حسن عابدين رحمه الله عليه وكده. فالحقيقه ده كان اول عمل مسرحي ليا. اما النقله هي كانت انها حقا عائله محترمه، لان دي اللي بدات تعرف الناس بيا. الحقيقه الاستاذ فؤاد من الناس اللي انا بعشقهم، وهو كان متبنيني روحيا وفنيا، بدليل ان انا اختارني اعمل بنته في الاذاعه في عائله مرزوق، وما زلت بعمل الدور غاده سامي مرزوق. اختارني اشارك معاه في سنه من السنين في فوازير عم فؤاد، فشاركت انا والراحل محمد رضا، وكان هو ومشير اسماعيل، واحنا كنا ضد بعض يعني. فالحقيقه ليه افضال كتير عليا جدا كانت بداياتي معاه. انا طبعا فنان قدير دلوقتي في مسرح الدوله في وزاره الثقافه، مسرح الطليعه. قدمت اعمال كتيره جدا من خلال المسرح قبل سفري وابتعادي لفتره طويله يعني. بالنسبه لمسرح الدوله، انا شايفه ان بتقدم اعمال كويسه جدا واعمال هادفه جدا وبتقول كلمه حقيقي يعني. بنقدم عروض هايله، بدليل انها بتاخد جوائز في المهرجانات كلها. احنا عندنا مشكله، المشكله ان للاسف الشديد تلفزيوننا المصري ما بيسجلش الاعمال دي، يا دوب بتتوثق من المركز القومي للمسرح، ولكن ما الناس ما بتشوفهاش. انا لما اجي اعرض 30 ليله عرض فقط لا غير في عرض واقفله بعد كده ويندفن ويبقى عرض ناجح ومسمع وفي جمهور، لازم يتصور بالظبط زي زمان. زمان كان كل اعمالنا بتتصور وبتتعرض، فليه احنا حتى على الاقل يعني زي ما بنقدم الضحك من اجل الضحك، طب نقدم برضو يعني للناس الفايده والتوعيه يعني نرتقي بفكر الناس ونقدم لهم حاجه تبقى فيها وعي شويه، فيها يعني كلمه احنا عايزين نقولها نحارب بها الارهاب. الفن بالنسبه لنا هو القوه الناعمه اللي ممكن تحارب اي حاجه. الفن